النهارده عندنا تشكيله اللعيبه القصيرين ضد الطوال. النهارده عندنا بشر 170 سنتي رحبوا بيه. اهلا اهلا كل سنتي وسنتي، رحب بكل سنتي، رحب بكل سنتي شخصيه. عامل ايه يا كابتن عبده؟ كويس. وانا كمان هاخد تشكيله اللعيبه الطوال لاني 182 سنتي، فنرحب برضه بكل سنتي. ربنا يزيدك ربنا يزيدك. يلا بينا، عندنا لعيبه كتيره زي ميسي اوكي. ده سخن. بدانا على طول بليون ميسي ضد كريستيانو رونالدو. بدايه سخنه قوي. هي انا مع تشكيله اللعيبه الطويله. اوكي، الاهداف تتوقع مين الاكتر، الاهداف كريستيانو ولا ميسي؟ متهيألي كريستيانو. متهيألي كريستيانو. كريستيانو، انا كده كده مع فريق كريستيانو. 1-0. الدون الاسيستات. 1-1. الشوتينج دي مرتين يعني، هي الاثنين جامدين. ماشي، يبقى كريستيانو 2-1 ليا. بوزيشن تمركز ميسي اعتقد، المفروض ميسي. 3-1. اقول لك ليه، لان ميسي بيطلع بره المنطقه بره تمركزه اصلا. بول كنترول. ما تهزرش ميسي بقى. اكيد تهزرش بقى. ميسي 3-2 طبعا. ميسي دريبلينج. طبعا ميسي. طبعا ميسي. 3-3. السرعة. لا دون طبعا. كريستيانو. تعرف ان كريستيانو سابق عربية بوجاتي؟ يا عم سابقها مسافات قصيرة يا عم، ده اشتغالة. 4-3. باسنج طبعا ميسي. الباسنج. بس باسنج كريستيانو برضه حلو، فكده 4-4 تعادل لسكيلز. آه دي كريستيانو للأسف. كريستيانو رونالدو. أوه. إيه ده، حلو 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 الكلام الجميل ده. الفينيشينج. الفينيشينج ميسي بصراحة. إزاي؟ يا نهار أبيض. شفت شفت، أنا قلت لك، أنا قلت لك يا محسن. فوليز أكيد كريستيانو. هات الضربة دبل كيك. الرياكشن، ردة الفعل. طبعا ميسي. دي طبعا ميسي. ردة الفعل. طبعا ميسي. كريستيانو. كريستيانو الاجيليتي الرشاقه. ميسي 6-6 الاستامينا. لا دي كريستيانو. كريستيانو 7-6 اخر واحده، فكده كريستيانو كسب 7-6. فات لنا كريستيانو رونالدو للاسف بقى ب 14000 كوينز بس، هيدخل للتشكيله. طيب يا جماعه، واللعيب اللي هيدخل عندي التشكيله الافضل في التاريخ صاحب الثمانيه بالون دور ليو ميسي، يدخل مهاجم صريح. طول كريستيانو 187 سنتي، بينما طول ميسي يا جماعه 169. جاهز اللاعب اللي بعده؟ يلا بينا. اوه بول بوجبا ضد ماركو فيراتي. اوكي التكنيك بوجبا. بول بوجبا. اوكي تعادل. ماشي نايس. الاستامينا اكيد بوجبا. اوكي 8-6. انا لحد دلوقتي متقدم عليك بنقطتين. المشكله ان فيراتي مش لاقي له ميزه يعني، انا ما اعرفش ايه مميزات فيراتي. دريبلينج دريبلينج. بوزيشننج بوزيشننج بوجبا. 9-6. الشوتينج 10-6. 4 فارق. البول كنترول 11-6. ادي النيل. مين ده؟ 10-7. بول كده يا جدع، ده بوجبا. دريبلينج اوكي، ده انا قلت لك عليها معروفه بقى. معروف 10-8. معروف. ايوه الباسنج. اه اوكي فيراتي. اعتقد فيراتي. فيراتي اه اوكي. اه ماشي. اجيليتي الرشاقه. بوجبا ارشق. اعتقد ان هو ارشق. اه حلو فيراتي، ما توقعش ده بس حلو، مش متضايق خالص. للاسف بول بوجبا مش موجود في اللعبه، فعندنا خيار بديل الا وهو البيلي بيلي بيلينجهام. طوله 186 سنتي. واللعيب اللي هيدخل عندي التشكيله يا جماعه هو الماركو فيراتي، بطول كام بقى؟ 165 سنتي. اللهم صل على النبي، حاجه كده يعني اميل من ميسي، انت متخيل؟ فالقانون كالاتي، اي لاعب مش هتلاقيه موجود في اللعبه ممكن تبدله باي لاعب في اي مركز انت عايزه. نفس الطول، يقول نفس الطول. اللاعب الذي بعده اوكي، مارادونا قصاد زلاتان ابراهيموفيتش، مين الاكثر في الاهداف؟ اعتقد ان مارادونا اكيد. مستحيل، مارادونا هتلاقيه جاب 50 جول في حياته. ايه يا عم انت؟ 11 فعلا. اسيستات زلاتان جدع، ده ما عملش حاجه في حياته. هو عامل كده، هو عامل كده ليه؟ الشوتينج اكيد زلاتان. طبعا طبعا انا لحد دلوقتي متفوق بنقطتين. البوزيشننج. البوزيشننج زلاتان اعتقد. زلاتان 3 نقط. البول كنترول لا، دي ميزه مارادونا والله. لا 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 لا، ممكن 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 ليه؟ لان دي مش دليفري، دي بول كنترول، تحكم في الكره. زلاتان بيعرف يتحكم. البيس دي فيها خلاف بس انا اتوقع مارادونا. الباسنج. الباسنج مارادونا. 13-13. هي رجعت لك اهو. يا نهار ابيض. ريمونتادا. ريمونتادا شتويه. دي ريمونتادا شتويه. ياه الفينشنج هرجع تاني. يا نهار ابيض. 14-13 حلو. الفوليس. لا طبعا. تعال تعال تاني. 14-14. الرياكشن مارادونا. اتوقع لا لا زلاتان. رياكشن زلاتان. 15-14 رجعت ليك. الاجيليتي الرشاقه مارادونا. طبعا طبعا مارادونا.
خمس مقارنة حلوة دي على فكرة، رجعتك الاستامينا 16 15 وما زالت. دلوقتي يا جماعة مارادونا طوله 165 سنتي، ولكن للأسف هو مش موجود في اللعبة بسبب بعض الحقوق الحصرية والحاجات اللي مالناش دعوة بيها يا جماعة. فهجيب ايكون برضو طوله في الرينج ده 168 سنتي، وهو اللاعب زقلة او زولة يعني زي ما الناس بتسميه. فيلا بينا ندخل التشكيل. لكن عندنا واحد طوله 188 سنتي الا وهو هنري، هيدخل على طول مباشرة للتشكيلة. ريبري ضد إيريجي هالاند في الاهداف. مين؟ ريبري طبعا. هالاند بوم 17 15. اسيستات ريبري طبعا. 17 16 الشوتينج طبعا هالاند. 18 16 البوزيشننج التمركز. ما مش كان هو هالاند، مش حاجه ان هو يتمركز. 19 16 بول كنترول ريبري صح. دريبلينج ريبري طبعا. 19 18 السرعه ريبري متهيألي يساوي اتوقع يساوي 20. ليتس جو. الهبل ده. الباصات ريبري طبعا. 20 19 السكيل اتوقع ريبري اكيد. ريبري فينيشينج 21 فوليز 22 الرياكشنز 23 لا يا عم الرشاقه 21 الاستامينا 24. لكن المشكله راس حربه برضه، انا عندي تقريبا دلوقتي 3 روس حربه، لكن هيجي بدل هنري بالظبط كده. واللاعب اللي هيقابله يا جماعه الناحيه الثانيه هو اللاعب ريبري، ولكن ريبري يا جماعه سعره 1,600,000 ولكن يستحق التضحيه، فهيدخل معانا التشكيله. فخلينا نتوجه للي بعده. مين اللي هيكسب؟ انيستا ضد شفاينشتايجر. اللي بيعرف يرش شفاينشتايجر فهو ملم بكره القدم حاليا. التكنيك انيستا الاي كيو دي انيستا طبعا. انيستا طبعا. البوزيشننج طبعا انيستا. انت جاي ترجع بانيستا ولا ايه؟ ما طبعا يا باشا برشلونه. الشوتينج لا شفاينشتايجر. انت شفت شوطه شفاينشتايجر اصلا؟ صاروخ. دي النقطة 25. البول كنترول لا. طبعا انيستا ده الوحيد اللي ممكن يكون احسن من ميسي في البول. الدريبلينج وادي النيل. رجع رجع لا استنى طيب اديني في البساط. طب اديني طب استنى طيب شفاينشتايجر حلو كويس المفروض ناخد النقطة. يا النيل 27 حلو. شفاينشتايجر ماشي استامنا. انيستا على فكره من اكتر البنادمين اللي بيتعبوا بسرعه. ايوه اي حاجه ليها علاقه بالقوه الجسديه شفاينشتايجر هيكسب فيها. ارخص حاجه في السوق لشفاينشتايجر هي 344,000. رسميا شفاينشتايجر هيدخل التشكيله. طيب وبين يا جماعه انيستا للاسف هو لسه مش موجود في اللعبه كايكون او كاي حاجه يعني، فهنجيب لاعب في نفس طوله اللي هو 171 سنتي. شنايدر هيدخل ام التشكيله. زيدان ضد تشافي. التكنيك زيدان 27 27. ايكو دي يا جدع المقارنه دي كبيره جدا. المقارنه دي زي مقارنه كريستيانو ميسي برضه في نفس الوقت. بس ايكو تشافي انا شايفه زيدان. هنشوف بوم اتعادل. عادل بوزيشننج زيدان نو اي حاجه. زيدان 28 شوتينج لا مستحيل. زيدان طبعا. زيدان 29 بول كنترول اتوقع زيدان. زيدان او تعادل. دريبلينج اتوقع زيدان. دريبلينج تشافي بقى. زيدان يا عم تشافي تقريبا مش هيكسب في حاجه. باسنج اتوقع زيدان او تعادل. تعادل يا جماعه مش قلت لك انا قلت لك زيدان موجود في اللعبه لكن الفلوس لا تسمح. جبت دوناروما على طول يدخل التشكيله ب 19,000 عشان نكمل مركز حراسه المرمى. تشافي هرنانديز يا جماعه سعره 312 وطوله 170 سم. المقارنة التي بعدها لوكا مودريتش ضد ليفاندوسكي. الاهداف هتكون رسميا ليفاندوسكي 31. نخش على طول اسيست مودريتش. ايه ده؟ عدد الاسيستات فعلا عدد الاسيستات ليفاندوسكي كتير. الشوتينج دي برضه ليفاندوسكي. بوزيشننج اوف نهار. البول كنترول اديها كمان يساوي ست نقط. مازال الدريبلينج اعتقد مودريتش يا خمس نقط خلص الفرق شوية. السرعه الاثنين بطاء بس مودريتش حلو اللي بعده الباسنج. اوكي جالك اهو جالك اهو جالك اهو تلات نقط رجع تعالى لي يا باشا. السكيل لا مودريتش نقطتين. فينيشنج طبعا ليفاندوسكي. تلات نقط رجعت. الفوليس اربع نقط رجعت اكتر. الرياكشن مودريتش لا خمس نقط. الاجيليتي مودريتش رجعت اربع نقط. الاستامينا مودريتش طبعا.
مودريتش بيقعد لحد اخر الماتش وزياده. لا ليفاندوفسكي 38 33 خمس نقط فرق. بعت لنا ليفاندوفسكي 185 سنتي طويل جدا يدخل على طول مباشره للتشكيله. واللاعب اللي هيدخل معانا التشكيله يا جماعه هو لوكا مودريتش طوله 172 سنتي وهيدخل في مركز الدفاع علشان نص الملعب عندنا بقى زحمه بصراحه. اوكي مولر ضد انسيني الاهداف ادينا على طول لمولر 6 نقط فرق. الاسيستات متهيالي مولر هيروح هيك سبعه في الحته دي هو مرابيات. نفسه الشوتينج توقع مين؟ 41 بوزيشننج. لا دي اكيد مولا. يا نهار ابيض انت شايف الفرق 9 نقط. اخر واحده هي اللي هتفرق بول كنترول. ماشي هسيبها لك دي دريبلينج هسيبها لك برضه. عمال تخلص في النتيجه البيس هسيبها لك برضه. ماشي سبت لك شويه حاجات الباسنج بقى تعال 43 السكيل فودر وانسين ها فينيشنج مولر انسين لا انسين يا لهوي فوليز اوكي اثنين فاشلين في الفوليز بس مولر يعني الرياكشنز رده الفعل رشاقة انسين 46 38 يعني فرق 8 نقط 8 نقط فرق. استامينا هل هتبقى 9؟ 9 نقط رسمي. البالانس اعتقد انسين البالانس اللي هو التوازن مين بيضرب بالانس احسن؟ 10 نقط. لا يلا بينا 8 نقط ما بين الطوال والقصيرين. فعندنا مولر رسميا يدخل للتشكيله. اما انا بقى يا جماعه لورينزو انسين اللاعب قصير القامه 163 سنتي حرفيا. اللي بعدها روميرو اسطوري برشلونه ضد هاري كين اللي ما كسبش ولا بطوله في حياته. الاهداف هاري كين روميرو بصراحه هاري كين اوف اسيستات هاري كين المفروض انا ما شفتش شوتينج قبل كده شوتينج اتوقع روميرو اوكي 49 بوزيشننج هل انا هكسب ب 10 نقط حاليا تعادل الحمد لله البول كنترول دي روميرو 100% روميرو الحمد لله دريبلينج روميرو روميرو عشان اقصر بس روميرو برازيلي السرعه روميرو بدات ترجع الحمد لله الحمد لله باسنج 43 50 السكيلز روميرو فاضل 6 نقط الفينيشنج هاري كين مفيش زيه هاري كين لا روميرو الفوليز هاري كين هاري كين 51 45 الرياكشن رده الفعل روميرو لا 52 45 الاجيليتي 46 ستامينا تقريبا هاري كين لا روميرو اوكي الحمد لله 5 نقط فات لنا الهاري كين طوله حرفيا 187 سنتي يدخل رسميا للتشكيله. ودلوقتي يا جماعه بما ان روميرو مش موجود او روميرو يعني مش موجود في فيفا فاحنا هنبدله بواحد تاني وطبعا بما ان الراجل ده كان من برشلونه فهنجيب اسطوره برشلونه يا جماعه كومان لان احنا محتاجين حد بصراحه يدافع عننا شويه في الدفاع. يلا بينا على اللي بعده المقارنه اللي بعدها وبالمفاجاه هنري موجود وهنري انا جبته برضو في التشكيله فكده كده هنجيب له بديل لكن عندنا هنري قصاد اليكسيس سانشيز. الاهداف اديني نقطه على طول بسرعه الاهداف هنري الاسيستات هنري اي حاجه بتنجان هنري البوزيشننج هنري البول كنترول هنري ادي ازاي الدريبلنج هنري ازاي طيب البيس هنري اكيد طبعا 57 49 فرق 8 نقط الباسنج هنري السكيل هنري الحمد لله الحمد لله الفينشنج هنري هات كمان 10 نقط بقى 10 نقط رسميه لاول مره 10 نقط فرق يا ابني ده يا ابني يا ابني ده الرياكشن هنري 61 الاجيليتي اوكي رجعت تاني 10 نقط البالانس توازن اتوقع هنري 9 نقط فانا هبدل هنري باطول لاعب في التشكيله لحد دلوقتي ولا تاني اطول لاعب في التشكيله ما يكونش حارس مرمى 196 سنتي كوستاس يا جدع يدخل للتشكيله. وبما ان يا جماعه اليكسيس سانشيز للاسف ما بقاش موجود في فيفا فهنجيب اقصر حارس مرمى في التاريخ وهو كامبوسا الاخ كامبوسا هينورنا يا جماعه في التشكيله وطول كامبوسا للاسف 170 سنتي يعني انت حرفيا حارس مرمى لو بتلعب في نص من نص الملعب هتدخل جون عادي جدا. المقارنه اللي بعدها دي لام التاريخ دي على فكره يوهان كرويف ضد بيليه من سيفوز الاهداف اعطينا بيليه طبعا الاسيستات بيليه كان اعلى اسيستات في كاس العالم لحد ما ميسي عداه يوهان كرويف اعتقد اوف شوتينج بيليه انت جايب راجل عم عشان يعديك حصل حصل نهار ابيض ده 6 نقط بقى 6 نقط فرق من 10 بوزيشننج اتوقع كرويف بقى يا باشا ده هو ده خلاص بقى البول كنترول انا ده هو اللي اخترع البول كنترول لا ماكس ايوه 62 يعني دريبلينج 63 بيس سرعه بلاي بلاي الفيجن الرؤيه يوهان كرويف
يوهان كرويف، يوهان كرويف هو عنده أكبر فيجن في التاريخ ده. تمريرات أعتقد بريك. يوها يا سكيل يلا بينا الفينيشنج بليه فوليز بليه حلو حلو الرياكشن ردة الفعل بليه 6 نقط أجلتي الرشاقة معرفش ازاي ستامينا اوكي 4 نقط فرق ولسه في لعيبه كمان يعني انت احتمال تقلب الطاوله هجيبك ايوه السادة والسادة انا معايا 1,200,000 كوين وكرويف باقل حاجه في السوق ب 4,000,000 كوين احنا معناش الفلوس والمبالغ هذه لكن ممكن نجيب لاعب طويل وعندك برضو لاعب قصير ان احنا نعمل فيديو لعيبه طوال وما نجيبش اطول لاعب موجود في تاريخ اللعبه دي لا هو حارس مرمى ولا اي حاجه طوله 2 متر و2 سنتيمتر ده اطول لاعب موجود في اللعبه يدخل رسميا للتشكيله وهقفه قلب دفاع وهتحداك تعدي منه بما ان بيليه يا جماعه يعني طبعا سعره خيالي ومش هنعرف نجيبه فانا هجيب اقصر لاعب موجود عندي في التشكيله ويعني ايه يملى المركز بتاع الرايت باك فهجيب لاعب اسمه فان ايويج كام اسمه ايه 175 المقارنه اللي بعدها فيرجيل فان دايك ضد روبرتو كارلوس هل هي مواجهه فير ولا لا السرعه لنا روبرتو كارلوس طبعا انت 3 نقط فان دايك فان دايك اكتر واحد في العالم الاكاديمي نقطتين الاسترينس فان دايك يعني حكي حلو التكنيك روبرتو كارلوس فاضل 2 بس ويجيبني ديفند لا خلاص مش هتعرف تجيبني 3 التاكلينج هات الاربعة اللي بعدها الاجيلة الرشاقة خدها 3 تاني فبطول 195 سنتي يأتي لنا الفيرش الفان دايك عشان يكمل التشكيلة طبعا يا جماعة بما ان روبرتو كارلوس ب1,200,000 واحنا خلاص شحرنا حرفيا بعد ما اشترينا ريبيري فانا هجيب اقصر لاعب في النادي عندي وهو اسمه اكوستا من الارجنتين هيدخل التشكيلة بس ازاي هدخله بقى مكان مين مكان انسينييه ويلا بينا المقارنة الأخيرة أنا أتوقع إن دي هتخليك تكسب للأسف يعني أنا مش عارف صاحب الفيديو عاملها ليه مع إن أنا برشلوني بشجع بيكي بس يلا بينا دي شكلها اللي هتكسبك خلينا نخش يلا نشوف سلايد تاكل كانافارو ادي النيلة ستان تاكل كانافارو حلو هيدنج لا 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 اوكي كون عقلانيين بكين اديله حلو كومبوشر كانافارو في كأس العالم 2006 كان هدوء خالص اوكي تريس كانافارو حلو حلو لا ده مش حلو اوكي ايدي اوكي كانافارو دي يلا بقى نرجع بقى اوكي اخر واحده خلصت مش معقول خسرت على نقطه لا لسه حاليا هنلعب مباراه المباراه دي بتتحسب ب 10 نقط بحالهم واللاعب اللي هيدخل معانا يا جماعه التشكيله هو الكانافارو تعالى بقى نحطه على جنب هنا كده فللاسف بيكي اعتزل زي اصحابه فحاليا النتيجه 70 لبش 71 ليا والمباراه ب 10 نقط مين اللي هيكسب المباراه الطوال ضد القصيرين خلينا نتوجه ليه على طول يلا اوكي التشكيله بسم الله الرحمن الرحيم اجري ياض محدش شايفك لا لا الحمد لله دي بس اللعيبه القصيره الدريبل يا باشا دي بس اللعيبه القصيره يا باشا مين ده اللي هيروح يستلم دلوقتي مين ده تقريبا انت كسبت في كل واحده فيها دريبل صح راحت الحمد لله انت كنت عايز تيجي ازاي ده ده ظلم مش بالقصر يا باشا بالرجوله بجد الله بلاد انها بلادنا بلاد الطوال بلاد الجبال بلاد الجبال طول ومفعول هل تعتقد يا عبدو ان انت هتكسب هذه المباراه هل نسبة تعتقد انك نسبه 100% لا والله لا هل تعتقد يا عبدو ان انت هتكسب هذه المباراه لا اعتقد حلوه دي بالزقله احنا بنعتمد على الزقله هو عارف الزقله القصيره هي اسمها هي الزقله يلا يا باشا هتقول لي يا باشا انا بنعتمد لا اسم ولا سن ولا طول هزودها معايا بعد كده شوط اول سيبنا لك الفوز عشان تفرح بيه شويه حظك كنت اخد الكره دي بيها جونين دلوقتي عبدو ابعد عني عبدو بالله ابعد ها عبدو بالله ها 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 جو يا نهار ابيض يا جدع على التكنيك
انه التكنيك الطويل يكسب، الطويل يكسب الوصاي. فاو عده ونرويج. يا نهار ابيض يا جدع، يا نهار ابيض يا جدع، هالاند يا جلود الجميع يا جدع. ده نط من فوق الجميع، من فوق الجميع. سيب الاعاده، سيب الاعاده، لا تضغط اكس، سيب الاعاده يا عمي. ما ضغطتش والله، امال انا اللي ضغطت. يلا والله يا باشا، والله والله والله. ايه دي، ايه دي اللعب ده؟ ده لعب نجس، ده اسمه نزاهه وشرف، ده لعب نجس. ضربات جزاء، لا 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 لا، هكسب 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 يا حكم بقى. ما تخلص يا حبايب، ما تخلص يا حبايب. المشكله ان انا ينفع انت يعني، انت ضربات جزاء بجد ما ينفعش تخسر فيها، لان هو فرق اطوال حراس المرمى بكل حاجه يعني، فرق كبير. اعطيني الكوره، ابلع. لا حلو، يلا انت شايف منظر الجون؟ والله والله لازم منظر فضيحه كبير قوي. وروح حلو هرب. حلو قوي يا ازاي؟ طيب يا زوق. لا حلوه حلوه حلوه. رونالدو ما ضيعش كده. كامبو هو لا يا جدع، انا رايح عليها ومتحرك زياده. وايه ده؟ حلو قوي. كه بوم، ضيع. مودريتش مودريتش ما ضيعش. ابلع بقى. شوف ده طوله كام، وصاد واحد طوله كام. شوف رجله بس عامله ازاي. لا اوه، مش بالطول يا صاحبي، مش بالطول يا صاحبي. لا دي وحشه قوي دي. لا الحمد لله، لا الحمد لله. نرويجي نرويجي، حلو. ما زلنا في ارض الميدان. ليونيل ميسي، ميسي ما ضيعش. لا انت بتغير البتاع بعد ما نط. ها كه، حلو. لا ما زلنا في ارض الميدان. شافي هرنانديز. انت بتغيرها. والله بغيرها يا ابني، ما تقدرش اصلا. لا طبعا ما ينفعش، انت بتوجه مره واحده وخلاص. انا الصار. ماشي، 5 5 اوه. كامبوس اوه، كامبوس اللي هيشوط اوه. ضاع اوه اوه. ابلع ابلع الفرج الفان دايخه، وامام الكامبوس اللي ضيع فلا. زال. لا لا، مين اللي هيشوط؟ رودري. لا لعيبه، وكسبت. مش مصدق، مش مصدق. المعشور الصغير يفوز في هذا التحدي بصعوبة، بصراحة 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 بصعوبة، مش بالطول، بالمفعول. فاز. سلام عليكم. سلام سلام.